بس اكيد انتوا شفتوا اي تمثال. طب قول لي حاجه، انا حاسس ان انا نازل في الموبايل. لا تمام كده. احنا هنكمل ان شاء الله على خدمات الفيلم اللي فات، بس بوانت شويه. واعتقد ان انتوا يمكن اللي حضر منكم محاضره كده فابتدى يحس ان ناويين نعمل ايه. طيب بص، هو باختصار شويه حاجات كده اللي احنا ناويين نعمله، وانتم مطلوب منكم ايه تقولوا كده. الكورس نفسه المفروض ان هو ستراكشر ميكانكس، فهتلاقوا ان هو اغلبه رايح ناحيه الميكانكس، بس انتوا خلصتوها اوريدي يمكن في سنه اولى او في سنه ثانيه، فبالتالي المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها في الترم ده هتبقى مواضيع يعني تقيله شويه. في الاول خالص، احنا النهارده مش هنعمل حاجه جديده خالص، كل اللي هنعمله هنفكرك شويه باللي اخدته الترم اللي فات، مع ان احنا نركز على شويه حاجات محتاجين انك تكون متاكد انك عارفها. ابتداء من المره الجايه هنبتدي نشتغل في المنهج بتاعنا. الجزء الاولاني بنتكلم فيه على التول بيلدينج. محدش هيخليك تمسك مبنى وتعمله بايدك تول بيلدينج، سواء فيرتيكال لود او لاترال لود. بس ايه الهدف من الكورس كله؟ الهدف من الكورس ان انت تعرف كمان شويه كده، لان انت على وشك انك تبتدي تتعلم شويه برامج المفروض تشتغل بيها مشروع تخرج وتطلع تشتغل بيها بره في السوق. الهدف من الكورس انك اي برنامج هتروح تحل بيه تكون عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيعمل ايه بالتفصيل، ولو مسكت مساله كده ممكن تعرف تحلها بايديك. بس انت بتستخدم البرنامج عشان يوفر عليك وقت، بدل ما احل مساله ممكن تاخد يعني لو احلها بايديا تاخد مني ايام واكتر من كده كمان، لا هو بيحلها لك في دقايق، لكن انت متاكد وعارف هو بيعمل ايه بالظبط. فالكلام ده نبتدي نشوف في الاول يعني ايه تول بيلدنج اصلا، يعني ايه بلاطه، ويعني ايه حاجه اسمها دايفرام، يعني ايه لاترال لود اصلا، ونبتدي نمشي فيها واحده واحده. بعد كده نبتدي ندخل بقى في الجزء الكبير بتاعنا اللي هو خاص بالميكانكس. نبتدي في الاول خالص نتكلم على البليتس اللي هي البلاطات نفسها، بس احنا هنتكلم عليها كستراكشرال اليمنت. انتوا يمكن كل اللي شفتوه لحد النهارده حتى يمكن في الترم اللي فات ما تعاملناش غير مع فريم اليمنت. مره خليناه بار اليمنت ما عليهوش غير اكسل ديفورميشن، مره خليناه بيم اليمنت فبقى عليه شير وبندنج، مره خليناه فريم اليمنت بقى عليه ثلاث حركات. ويعني يوم ما شفنا الجراد خلينا اثنين مومنت او اثنين روتيشن وواحده فيرتيكال. بس كل العناصر اللي تعاملنا معاها قد كده كانت عباره عن ايه؟ عن خط وان دايمنشنال اليمنت. لا، المره دي هتبتدي تشوف هو لو بقى العنصر بتاعك تو دايمنشنال اليمنت زي البلاط زي السقف بتاعك كده، احنا المفروض نتعامل معاه ازاي؟ فده هياخدنا في ناحيه ان احنا نبتدي نتعلم حاجه اسمها السيستي، وبعدين ندخل فيها في الفيتس، وبعدين في الشيلز. ده يمكن الجزء الاكبر اللي موجود في الكورس بتاعنا. بعد كده هيجي كمان جزء في الاخر كده هو كمبيوتر ابلكيشن على اللي احنا قلناه ده كله. يعني المفروض ان احنا من الكورس بتاعنا في اللائحه تبتدي تستخدم الكمبيوتر انك تربط ما بين العمال تعمله بايديك وما بين البرامج عمالة تعمله. ففي الكمبيوتر ابلكيشن هنبتدي بقى نستخدم اللي عرفناه، بس بدل ما كنت هخليك تحل مساله فريم عاديه خالص اللي بتحلها بايديك، بما اننا فهمنا الكونسبت تعالى بقى نكبر الامكان، بما ان معانا امكانيات كبيره شويه فتعالى نكبر كمان احنا عايزين نعمل ايه. فبدل ما نعمل فريم كده دور، طب ما تيجي نخليه مبنى كذا دور ونفكر هو بايدينا نعمله ازاي، وازاي بالكمبيوتر هيطلع نفس الحل ولا لا، ونبتدي نمشي واحده واحده لحد ما تبقى طالع من الكورس ده انت عارف البرامج بتشتغل ازاي، عارف بتشتغل بايدك الى حد كبير ازاي. بس هنروح للبرنامج عشان هيخلي الموضوع اسرع. ده الهدف الوحيد من البرنامج، مش الهدف ان هو عارف وانا مش عارف، يعني ما تنفعش كده كده. فده يمكن الكونتنت او الهدف ان انت المفروض تطلع بيه بالكورس. الطريقه اللي هنتعامل بيها الترم ده هتكون مختلفه شويه عن اللي كان بيحصل قبل كده. يعني يمكن مفيش بقى تسليم شيتات، فبالتالي يعني ان احنا نقعد ننقل شيت ونسلمه مش هتفيد بحاجه، خاصه يعني ان هو ولا هيبقى عليه درجات بشكل كبير، ومش هيبقى الهدف منه انك تروح تنقل ورقتين وتسلمهم. طب انت هينزل لك شيت كل اسبوع، وغالبا هننزل لك حله بعدها باسبوع ولا حاجه، بس هنسيبك ان انت تبتدي ايه تجرب فيه. اما الهدف منه ايه؟ الهدف ان انت تبتدي تمشي ايدك، هل انت فاهم احنا بنقول ايه ولا لا، وابتدي اسال بقى زي ما انت ما عايز. تسال في السكشن، تسال بره السكشن، تسال حد من المعيدين، تسال حد من الدكاتره، اعمل اللي انت عايزه. احنا مدينك بص يعني فرايتي زي ما انت عايز. كل الناس اللي معاك في الكورس ده سواء من دكاتره موجودين في المحاضره او حتى معيدين موجودين في السكشن كلها تقريبا هم من اكتر الناس اللي موجودين في الكليه بشكل دائم. فانت لو قررت تسال ان شاء الله لو الساعه 10 بالليل هتلاقيهم قاعدين هنا. فيعني ما حدش منكم يتوقع ان انا هبقى عايز اسال بس مش هعرف اوصل لحد، دي مش هتحصل. التواصل بتاعك او طرق التواصل بتاعتك
مع الحاجات دي كلها هتلاقي الموضوع سريع جدا في انك تقدر تسال تقدر تتعامل بشكل سريع. لا طيب فدي جزئيه مهمه الدرجات لان انتوا دايما بتقعدوا تفكروا في القصه دي انا معاكم فكروا فيها بس ما تخلوهاش الحاجه الاهم بالنسبه لكم لان كلها عملتوا كده مش هتنفعوا او يعني مش هتعرفوا تستفادوا من اللي احنا بنقوله ولا درجات ولا فهم. فهو الدرجات هيبقى عندكم امتحانات كتيره شويه بس بدل ما هي كانت في صوره كويزز هتبقى في صوره مجمعه ان الدفعه كلها تمتحن مع بعض. فلو سميناها مثلا ميد ترم ولا حاجه تمتحن منها 3 مرات مثلا على الاقل يعني. طبعا هيبقى قبلها بشويه قايلين لك وقبلها باسبوعين على الاقل والدفعه كلها تيجي في نفس المكان وفي نفس الوقت ونفس الامتحان وكل الحاجات دي كلها. ومنها هيبقى عليها الدرجات بتاعه اعمال السنه. طب السكشن مش هيبقى عليه درجات؟ هيبقى عليه بس بطريقه مختلفه. يمكن اللي حضر منكم سمع كده هو احنا هيبقى عليها انها ما تنسقش. يعني مثلا سي عملنا المتر مات كلها وانا جبت 35 من 40 في الدرجات دي كلها ما هي عملنا سنه 40 صح؟ يعني المفروض كده خلصنا. لا احنا هيبقى في السكشن اي اكتيفيتيز بشكل ما ممكن يبقى عباره عن كويز ممكن يبقى عباره عن مساله بنحلها مع بعضنا ممكن يبقى تاسك تعمله في البيت وتجيبه ان كان هيبقى عليها شويه درجات سي 20. طيب احنا بنحط تريشولد كده رقم ما تنفعش تقل عنه يعني مثلا ما ينفعش تقل عن 15 من 20. طب لو انا ما قلتش عن 15 من 20 هتعملوا لي ايه؟ ان شاء الله اصلا يعني لو انت جبت هناك 35 هنديهم لك لو جبت 40 هنديهم لك لو جبت 20 هنديهم لك. طب لو جبت اقل من كده هنقصك بقى يعني لو جبت لي 10 مثلا من 20 وهناك جايب 35 لا نشيل منك درجتين وهكذا. طب ليه السيستم الغريب ده شويه؟ انا عارف ان مش متعودين عليه خالص. يعني هو الهدف ان انت تبقى مرتبط بكل الاحداث اللي حواليك مرتبط باللي بيحصل في المحاضره مرتبط باللي بيحصل في السكشن لان انا مش رابطك بالسكشن انك تسلمني شيء مش رابطك بالسكشن انك تمتحن كويز. الموضوع كله هو قايم على شويه انشطه انت هتعملها انا معاك وحاجات كتيره انت هتعملها في البيت. انا عمال اقول لك الموضوع داخل فيه برامج بشكل كبير قوي مش معنى كده ان انا محتاجك تكون يعني عبقرين في البرامج وتنفع خلاص تشتغل مهندس من بكره خالص. يعني نشوف برنامج كده يكون سهل تتعلمه طول ما احنا ماشيين سنه سنه. يعني مثلا هنقول تعالى نبدا نعمل عليه كذا هتروح تجرب فيديو كده 10 دقائق هتشوفه بيتعمل ازاي وتروح خلاص خلصنا الشغلانه على كده. كمان شويه نيجي نقول ده احنا ممكن نجرب على البرنامج نحل المساله الفلانيه نروح نجربها تاني. طب احنا ليه مطالبين ان احنا نعمل الكلام ده؟ ودي نقطه مهمه لان انا مش هسالك فيه في شيت وغالبا ما اجي اسالك حتى في امتحان ولا بتاع مش هاجي اقول لك يعني طلع الكمبيوتر وابتدي احل لي الكلام ده مش هندخلكم امتحان الفاينل باللابتوب لان في ناس كثيره ممكن ما توفرش ان هي يكون عندها اللابتوب فبالتالي الامتحان مش بالكمبيوتر. طب ليه بنعمل كده؟ وارد جدا بقى في الامتحان تلاقيني انا وفرت عليك القصه دي اقول لك هو انا لو عملت موديل على الكمبيوتر وطلع لي الارقام دي انت ايه رايك؟ طلعت ليه اصلا؟ فبالتالي اللي مش محدش هيبقى فاهم هو ايه اللي بيحصل غير اللي ايه؟ اللي جرب على الاقل مره. فانت على الاقل محتاج انك تكون بتجرب على الكمبيوتر عشان لما نيجي نكلمك بقى هو ايه اللي بيحصل في الموديلنج اللي موجود على الكمبيوتر وليه الرقم بيطلع كده وهو المفروض يطلع ايه؟ فانت المفروض تكون حاسس الكلام ده المفروض يحصل فيه ايه؟ الكورس انا مش هقول لكم ان هو هيبقى سهل والحياه كيوت لا هو عادي جدا. الكورس هيبقى متعب. متعب يعني ايه؟ يعني محتاج منك مجهود محترم. اعمل المجهود المطلوب منك وان شاء الله بشكل يعني سموث جدا من غير اي تعقيد هتلاقي نفسك مشيت مع الناس اللي ماشيه وجبت جريد والدنيا ماشيه كويس جدا بس ملهاش حل غير انك تبذل مجهود كويس. كورس اول مره يتدرس بالطريقه دي اول مره يتدرس بالكونتنت ده فانتوا حتى انا عارف انه هيبقى عندكم نقص في الداتا شويه احنا دايما بنحب يبقى معانا شهادات سنه فاتت ومعانا كويزات ومعانا حاجات كتير قوي كده ده مش متوفر فبالتالي مطلوب منكم بقى ان انتوا اللي تبقوا ايه؟ متابعين كده واحده بواحده. ماشي؟ حد عنده اي استفسار خاص بالسيستم الغريب اللي ناوي تعمل فيه كده؟ طيب خلاص خلينا نبدا كده. Thank you.
عشان ما ناخدش وقت طويل، ناخد منك انت بس